بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسي يعني وكيل لبعض كمدة من كتاب السنة لحرب إسماعيل الكرماني أبو محمد الحنظلي. أما القول بالمذهب، أما شرح اعتقاد أصحاب الحديث صادون تقول هذا هو أن إنها سخصية حالي وحين صوم الرأي درسي كوبات مقدمة دي يريد وحين صوم الرأي سنة تعريف كذا وحسن الله يقان يا أقسام تيدا مركب باب الاعتقاد يا باب الاتباع اللي تشوفه إيو أهل السنة هو أنت إطلاق لو إطلاق أما قابك لو قيبي خاص يا عام وحين كل صوم الرأي مذهب أصحاب الحديث أما مذهب السلف الصالح وحلو قصه وإن صوم الرأي إيه إمام كترجمة ديس إنها ساو دورنا درسي حالي. قال الإمام رحمه الله تعالى باب القول بالمذهب حبابي هاي إن العدي بالمذهب أي معتقد أصحاب الحديث أما مذهب أهل السنة والجماعة أي أبابي هاي. قال أبو القاسم حلت صومرتين مقعي عيسى بن محمد حدثنا أبو محمد حرب ابن إسماعيل الكرماني قال هذا مذهب أئمة العلم كان يحاوي وحي كتغين علماء المسلمين أصحاب الحديث كأما أهل السنة هذي أئمة العلم علم قهقان نديس جمع إمام يوا أصحاب الأثر أثر كذلك الراعي جري راتك النبي محمد صحابة ذلك الدبتشو غي مذهب كودي عقيدة دودي وي وأهل السنة هي سنة ذلك أصاحب أهل كيدها المعروفين الغوية قانا بها بالسنة المقتدى الغدى يعني بهم أيها فيها في السنة ذلك الغدى يدى السنة لغا راعه إيه لدبق له مذهب كوذبا إنه هل كان كشر حينا وانكو عدين الناب إمام كليه من لدن أصحاب النبي لقصوا بالله أصحاب النبي محمد إلى يومنا هذا إلى ما أنت لقصوا قالوا دحلوا شيخ النولاء وقرنك صدحاد وشيدا هو أدركت ولبا أن هليلون سوق قاري من أدركت عد أن سوق قاري من علماء أهل العراق علماء الري عراقة والحجاز علماء الري حجاز مدنية مكية انت لها الماشا هي والشام علماء الري الشام رلقا هذا فلسطين هي أردن هي لبنان هي سوريا رلقاس هي وغيرهم علماء غير كود ري عراق هي ري حجاز هي ري الشام ضد كان هاي يمني ري يمن هي ري خراسان هي كل إيه وغيرهم عليها أن كسو قاري عليها على سنة علماء دي أن سو قاري ري عراق ري حجاز ري شام إيه أنت كلي أن لكل ماي سنة دي أن كسو قاري كدين ديغان هاي إيه عقيدة وهايد عدين تيدي بمركة باب كان خسايا بو شيخ يلي فمن خالف روحي قرم مرة شيئا شيئا من هذه المذاهب مذاهب تأنصو وداء يعني مسائل كعقيدة دا إيه سنة دو شيخ ترندونه مدولبان أمرك مذهب قونو اعتبارنا إياه مذهب أصحاب الحديث في الإيمان مذهب أصحاب الحديث في القدر والقضاء مذهب أصحاب الحديث في موقفه من الصحابة والإمامة إلى آخره مذاهب شيخ مركا اعتبارنا إياه فمن خالف روحي قرم مرة شيئا من هذه المذاهب شيء أكمد عقيدة أصحاب الحديث أو أما سيطعن الضر فيها عقيدة أسية مذهب كاس أو أما سعاب عن بارية قائلها الروح السدى إلى ذي قبة عقيدة أحد كقبة ومضعوية لعبية فهو متك أسقى مخالف وأن صنع خلافي مبتدع بدع ليمت خارج كبحصا عن الجماعة كلا كي أصحاب الحديث كي مسلمين تا زائل متك ويعذوي وبالمري عن منهج السنة سنة وضد يدي وسبيل الحق حق جدكي سنين خلافه
oo ka leexday hadalka hadal la mid ah sheekhu dhammaadka ee caqiidadu ku soo celin doonaa mid la mid oo asaguna kan oo kale ah sheekhu wuxuu yidhi wahuwa madhabkan aan soo wadeen sheegi doono madhabu axmed madhabkiisi wey axmed ibnu xambal ashaybaani abu cabdillaah min aimat sunna wa isxaaq madhabkiisi wey ibna ibraahim ibni mukhlid ama makhlad cafwan oo alxandali isxaab nu raahuwi wadaadkii loo yaqaano wey waana madhabu cabdullaahi ibnu zubayr madhab cabdullaahi ibnu zubayr wey وعبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري وتلميذ الشافعي وسعيد بن منصور مذهب كودوي سعيد بن منصور صاحب السنن أتقرن ريسان إيا وغيرهم علماء غير كذو ممن دول كمدا جالسنا أن لفريسني وأخذنا عنهم العلم علم أن كقاضني فكان وحاها من قولهم أي من مذهبهم وعقيدته مذهب كودي عقيدة وحاكم مدأها الإيمان إيمانك قول وعمل ونية وتمسك بالسنة إيمانك وامحي وقول وير لوحد لوي وعمل وفل يدقا للي ماد ونية يوانا أكسن للي ماد وتمسك كدقيد بالسنة سنة اللي قد نقو سنة اللي قبصده والإيمان إيمانك يزيد وكرنا وينقص وانا إسدماه halkaasuu sheekhu dhigay marka waa aragtana haddii hadalladu qiimo badan oo khulaasaysan weeye marka waxaa tilmaan mudan qodob muhiim ah a'imada sunnada wax ka qorta ama kutubul caqaa'id wax ka qorta kutubul caqaa'id aw sunna markay qorahayaan sunnada waxay ku tartiibiyaan calaa xasab ahli albidac أهل البدعة خلافي عقيدة صحضة أما مذهب كان وناكسان خلافي سيدا يوكل الدرينيهين يي إيغان قيبا كميدا أئمة السنة كدب قاب كاسي كتاب كو ألفاية وذا دو حي إيغان سيدا يوسوك له الرئيين بدعوين كاس بدعبا بدعادي كسه الرئيسي أي كترتيبا هيان كتاب كو بدعاداسي سنة دي كسه الرجيدة بيبكب اللابا هيان شيقيد ديدي qolyahaas ka digidoodina way ku xujinayaan maxaa yeelay in loo tartiibiyo marka calaa xasabi zamaani albidaci wa xuduudihaa bidcooyinku kolba zamankay imanayeen iyo siday u soo darriyeen siday u soo kala horreeyeen loo tartiibiyo ayadoon la milicsanaynin sida ay u kala daran yihiin bidcooyinku qaabka waa loo alifaa waa sida uu maray alimaam abu maxamed xarb ismaaciil alkirmaani maxaa yeelay ahlulbidaca siday u kala fudud yihiin ayuu eegay waxaana u bidca fudud dadka uu ka hadli doonay ahlulbidaca murji'a ugu roon murji'a u bidca yar bimacnaa u bidca fudud bimacnaa dembigay galeen baa ka fudud ka kale kuwa kale ay galayaan dhan kale haddii loo dhigo simbiraxada iyo khaladka ka yimid ahlulbidaca kale ayaa ka weyn oo ka daran midda ka timid murji'ada saasuu marka ugu hormariyey waana sida uu yeelay cabdullahi ibnu axmed fi kitaabi assunna alimaan buu ku bilaabay uma radda cala almurjaa ilaa aakhirihi sidoo kale waxaa sameeyey alkhalaal abubakr alkhalaal fi kitaabi sunna ibnu bata fi libana alimaam albukhaari fi saxiixihi sidaasuu ku socdaa inaad aragteenba waa laga yaaba badankiin bukhaari waa aragteen oo kitaab aliimaan buu ku bilaabay markuu ictiqaadka ka hadlaayay caqaa'idka iyo sunnada ugu horreysa uu ka hadlo bukhaari waa kitaabu aliimaan kadibna murjuu radiyey iyo adiladii radin lahayd buu isdaba dhigay wuxuu u dambaysiiyey araddu cala aljahmiya kitaabku ku gabagabeeyey oo ogtihiin bay ila tahay kitaabu tawxiid waraddi cala azanaadiqa waaljahmiya u dambeeya kitaabu albukhaari marka waa maxay waa tartiib alcaqaa'id madaahibti iyo aqwaasha ahlu sunna in la tartiibiyo calaa xasabi bidaci ahli albidac siday u kala fududaayeen wadaadaha qaarkoodna waxay sameeyaan barhkood in bidcooyinka siday u kala daran yihiin laga bilaabo oo marka murji'i iyo lasu fiiriyo jahmiyo iyo qadariye iyo khawaarij say waa sidee waxaa weeye waxaa u daran jahmiya u daran kitaabu alasmaa'i wasifaat bay ka bilaabahayaan waradda cala aljahmiya ragga sidaa yeelay waxaa ka mid ah
الإمام هبة الله الطبري كتاب كيسا شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة وكتبت أوه وين أهل السنة يقرن كجرة بيهقي على أسماء وصفات مركة رقبة سيدة السمية. طيب نمنا وحي في ريان حدوثك سيؤسوه الرئيسي أهل بدع سيؤسوه كله الرئيين أهل بدع أوه الرئيين سنة النبي محمد بالمري أمضي أمي ديسان قنت فروري أمرنا تعالى يا أهاي خوارج الرد على الخوارج ويكب الله بهاي رقابك وحكو ألفنا ويجران وحين قلقوا سيئة هذا الشيخ وحو ترتيبي ترتيب كأهل السنة وبدنايان وآه إن لقوا ألف كتابك وكس عضو بحسب خفة البدع بدعتي وغلادتها علي أتكانت يدي قلف سنانت يدي فضيت كيدو حقا مكلف يريو مخالفة للسنة. طيب بدعة مركب بدعة أو فضد وحاوية وبدعة المرجئة مرجئة ده سنة دي باي بال مرين واي قرم مرين خلط كي أيو وقالين بانا داما خلط يدا كالي وإنو قاري دونا يدو سيدا تاي وحي سلفكو كي دهدين شوق حراء الإيمان إيمانك قول وعمل ونية وتمسك بسنة عبارات بضان أو شيخ الإسلام كشرح كتاب الإيمان الكبير هي كتاب كشرح حديث جبريل هي ملك لبا هي اسكجرا وحان هذا إنك خسية إيمانك لغة والتصديق وذا دو حيلة مي والإقرار نمن بالبو كرفته لغة وحو دوني هالنغة إقرار بونا أبداية هاي من حيث اللغة مكلا فيريو تصديقنا ديدي مينو لكن تصديق إن قلبي بس اللغو كوبو أيان ديدان هاي إيمانكم مركوا إن أضوح احترافته أضوه قانسنته أضوه الضعضه فآمن له اللوط. طيب آمنا بالله إذا وحوي وقانسن أما خضوعد أما الرمين ويلغآن سنة تعريف كذا في الإيمان أما استلاحة أما شرع النواسد الشيخ وكوشيك الإيمان قول وورد وهضل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وعمل رقم ويوحد كأشهات اعترافات شيغتي رقم كيد وإن لغاهلو ويكام وقطؤت كأقدامته يو نية ضاع عبنمي صدقي إخلاص وي وحا آتري أتكو رواقضي حقا أن أتكو رقم ميسو وإن أدنية أولا تمادو ضاع عبنمو هل لغا شيغا إيسان كأهين منافق نما إيسان كأهين دانك لآذن كدورين در إله وإن كان نقط أضو در إلهي أولي مدوير دا أيضا يدقن كادي عمل كنا لغاه لي الشهاتي وأقواش اللو بحنا لي مثل هادانا أضو إسكما تشيحان كرتد إيه وتمسق بسنة هي قبصة شل قد قوي سنة دي طريق النبي محمد يسحابة وإن أولت ما دا أعماش هاس إيه أقواش هاس إيه عقيدة دا سيدي أي النبي محمد يسحابة أولي من شريه هدي كالي طريق أضو أتجحته بدعو كان رقون إياه شيخ حلو والإيمان يزيد واكردا وينقص واسدما إيمانك واكردا وانا اسدما بحاية إلي إيمانك إنو كردا هايو حقنا اسدما هايو واشي اسكفتر وعقلي انتان لقارين بأدلة سنة كتابك إجماعا لقارين بحاية إلي إيمانك واشي اختيارة شيء لدورتوي كفرقونا والا دورتا والروح المكلف كالدوران أيها أساقا أنسوغون لقسمينون لدرقين لا إيمانية وحو البو اختياري أنا يزيد وينقص تاس مرن ملها شيئا أدوغ آد دورته شيئا لغو خلقي إلهي كوغو أبوري يأدو وح خيارة أدن كلهين ميشو رب ديبو تقنانية هدو كردين ألا كردين هدو لمن ألا ديبي لكن وح أدوغ آد دوران أيسو الثمانيس وبيها العب يزوكلي بيها مرواد يا ريسن مرنا واتبطسن مرواد اسكت دين مرنا وحاوي وابسكو قنع قوين وحن على الدورانية اختيار ما دام اوية ايمانكو فالاختيار اعتقاد اختيار اوية اي وضعوك الله ايمان ايسو وحاوي كلبو واحد كالاتي ما دو كحرين يهي كرر كيسو اسلمي ديسونا وحي كحران تاي كلبو سادو قابسي ادوك تيرها ادوك قابسو gaariga marna xawaari si waa la kordhiya marna waa la gaabiya kulu waxay ku xiran tahay ninka darawalka wada sidoo asagu marka raba iyo wadad u haysto iyo gaariga muxuu ahaay xawaariis amalkana la iman iyo cibaadadan iyo alla ka cabsigan
maadaama adiga aan lagugu qasbaynin wax maanka adiga maskaxda aad ka samaynaysa ay tahay kolba aday kugu xidhantahay korintiisi iyo gaabintiisi yarayntiisa marka lama odhan karo ma kordho lama odhan karo isma dhimo adaa og shalay camalkaa la timid iyo maanta inuu isku midan wada ogtahay maalin maalin baad marqaami ood fahmaysan intaasoo jallaadoo qur-aan ka tuuri sadaqaadkaad bixin adoo dhan baa waasa waasaca muslimiinta xataa kaa ag noolaan maalinna salaanta waad naga qaadayninba ma taamisa ma ah sheekhow iska war nabad weeye u dhaafi maysa indhahadaaba bedelanba waa lagugu fadhiyaa waxaa maadaama uu camal ikhtiyaari ay yahay inuu kordho oo isdhimo waa shay daruuri ah laakiin waxaa weye hadday bidco ku gasho oo balaaya kugu fadhiisato waad iska inkiri laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min walaa yashrabu alkhamra xiina yashrabuha wahuwa mu'min walaa yasriqu asaariqu xiina yasriquha wahuwa mu'min idan intaadan zinada ku dhicin oo khamrada aadan cabbin oodan muxuu ahaayey aadan waxadin iyo markaad falkan samayso miyaadan ogeyn adugu iimaankaa inuu kala fiican yahay adoon cidnaba hadda uusan kuu sheegin baad og tahay maalinkaad waxaan aad ka leexatid ka sarigato inaad fiican tahay maalinkaa dardartay eed samaysana aad liidato wax sikaa yahay culumaa allah ii duceeya adii baryahan sida maba fiicini oo waasgaran la'ahay marka waa shay iska fidira ruuxa bini aadamku balil insaan calaa nafsi basiira nabigu wuxuu ka yidhi gabdhihi muslimaadka ahaa iyo dumarkuba naaqisaatu caqlin wadiin naqsigaa naqsi loo haysta ma aha kutubta horeynu soo sharaxayna ku sheegnay laakiin waxa weeye gabadha muslimadda markay dhiigga hesho maadaama aysan soomaynin xaggana aysan salaadaynin cibaadaad badanna aysan la iman karin ninkii ragga ahaana isagu uu cibaadaad badan la imanayo marka laysu fiiriyo laysbarbar dhigo acmaashoodii kee wax badan ninkii ragga ahaa idan isagaa wax dheer gabadhii looma haysto waa qadar rabbi baa ku dhacay oo waa wuxuu rabbi ku khalqay laakiin iyadoo sidaa tahay oo cudurdaar leedoon loo haysana waxay ka tagtay ayaa haddana ninkii wax badan la yimid haddii ilaahay adigu xoolaha kugu yareeyo oo waxooga u yar ku siiyo ninna wax badan uu siiyo soo ma kale xoolo badnidiin laakiin adigu ilaahay kuuma haysto kuguna ciqaabi maxaad xoolo badan u yeelan weyday intana rabbi kuu qoondeeyey wey ninka intan la siiyena dalika fadlullahi yuutiihi man yashaa gabdhuhu marka wuxuu yidhi ina allaha kataba calaa bani aadam weye hawsha ayada ee caaisho hasdhibookii nabigu kuri sal slam xadiidkii aad garanaysaan kulligii taqana arbaciinka soo qabta ninkii munkar arka xadiidka abi saciid fi saxiix muslim man ra'aa minkum munkaran falyughayiru biyadih ninkii munkar iyo xumaan arka gacanta ha ku dooriyo hadduusan karaynin afka ha ku dooriyo war waxaan iska daayaha yidhaahdo allah reebay oo waa xaaraan oo ma bannaan ee ka fogaada hadduu kari waayo qalbiga wixaa ka naco ilaahu adina wax kagama qaban karo afa iyo muxuu aha dibnana kama hadli karo qalbiga inaad ka nacdo nabigu muxuu yidhi wadaalika adcafu liimaan ninkii isagu af iyo adinba wax kaga qabtay iyo adugu inaydan sinayn waad og tahay waniyo khayr allah ku sii xil badan baad noo qad u ducaynaysa dad fiicanta inuu tilaabe ku dheer yahayna waad og tahay akmalu lmuminiina iimaanan muxuu subanuhu yidhi axsanuhum khuluqan akmal haddii layidhi meesha maxaa yaalla anqas baa yaala iyo naqsi baa meesha yaalla waa shay iska fitri ah mu'miniinta waxaa u iimaan badan ninka u dhaqan wanaagsan ee u khuluq wanaagsan ninka khuluqa laga waayey waxaa weeye haddii isagu waa waxaba ma hayo alxayaau shucbatu min aliimaan buu subanuhu yidhi xishoodku waa qayb ka mid ah iimaanka bal dhanka kale fiiriyo dadka muslimiinta iyo aadamuhu sooma kale xishood badno haddii la yidhi xishoodku waa qayb iimaanka ka mid ah iska badaa iimaan xishoodkeennu ma kala badanya mase ma kala badno nin baa sariiganhayo xataa inuu wejigaadaas fiiriyo rag iyo dumarba xataa aan kari karin ilaahay geliyay xishood iyo sariigasho iyo isha hoos inuu dhulka u dhigo ninna inuu aayad iyo xadiis isku qabtaba mooyeen waa ku dardarahayaa dadku isku xushood maaha haddaysan isku sariig iyo isku xushood ahayn maxaasha maxaa ka soo baxay isku iimaanna ma aha sida xushoodkooda u kala badan yahay iimaankooduna u kala badan yahay marka nuqdadan la fiiriyo marka waa shay iska fitriya laakiin waxaa weeye dad badan baa yaa ku khaldamay sheekhu wuxuu yidhi aliimaanu yaziidu waa kordhaa cinda ahli cilmi wa sunna bitaacaad
طاعة إلهي لا أطيعه ككر دوالس كأجاي وينقص واسدماء ويرادا بالمعاصي عند أهل السنة حتى لا يبقى منه شيء سؤل ما هي سجرة هي هذا أدق بربارين ويدو أتكبعين ويد إيمان كادين أدري يلي ويدو الدفاع ويدو سؤل ما هي أجر ما هي رمانية حتى لا يبقى منه شيء متجهية شيء هذا إسلمه شيء هذا كرسول صلى الله عليه وسلم مل في عن مجاره مش قدام بيسا هذا إسجر أو ما ينسكوا باللودنة هذا الله قبانين أو لوريس تاجين محوصمين سكاد متجهية حتى لا يبقى منه شيء سداسوي برك الله سوء خلاصي إيمانك وقرآن من جهة أمر رب سبحانه وتعالى ومن جهة فعل العبد لبداس ضرفوي إيمانك وقرآن ونزيادة لبرد نعم زيادة كتمادة أمرك الرب جاي حقي إيمانك وكقرآن أذيك فلك هذه أدى هذه وحى الثمين عبادية الدين الله إيمانه وكقرآن هي محاجرة حق الرب وكقرآن واجباتك ضدك إلهي أو صاري مصنو نبا صلاة دي لقربا هو ضدك الدواوين قان قالوا واجب كطاي صلاة دي صونكي زكادي حجكي جهادكي هجردي وحو البو واجبات نبا لقربا أولي ما دو إلهي صاري أود دين له أما مال كذي له ننوح يربا واجباتك كسار حجنكم واجبين زكانكم واجبته صونا وكو واجب صلاتنا شنت اركان الاسلام نينكي انتو باي سارنت لا ايمان اي نين لبا كو ورسد اما صدخ مسميين اذا من جهه فعل العبد ايمانك واكو كلا تغايا ودودك كسنان مايا اسكو واجبات منهين اسكو اود منهين اسكو حقبت منهين اسكو عباده منهين نبا هري هبين بوردين او قران كاخري او صلاه الليل كنتكن او صدقات كبخين او صلاه جماعه ايسن دافينين او والدك باري او مسلمين تو احتريا كالين ولبو اسلام كو امانين نبا تاغن نين خيو رير دقالو اسكو وتا مسلمين ابدا يعني هو شيء اسك ضروري او حد اسكو دبا ما من جهه فعل العبد ولو كلتي او دومه اسكو اودنا ما اسكو واجبنا ما حتى حق علمي واسده ninka waajibaadka badan ay u saaran yahay waajib walba cilmigiisi aqoontisi buu yelanahay la waxa tamaynaysa waa inaad garanayso ninna inta yare uu asaga saaran buu aqoontidi leeyahay cilmigi bay ku kala tageen ee amalkana uu kala tagayaa asadoo amalka cilmiga mujmalka kullu ina saaran yahay darawo tafsiilka inuu ka hadlayna min jihati amr rabbi wa dhanka ay la tarkiyo saxaabadii hore ee muslimiinta hore maka ku geeriyooday iyo muslimi saxaabadii dambe ilaa uu nabigu dhiman haya taagnaa مسكو أقوم بأهاي مسكو واجبات بازارة ضدك الجيريو ذي أي خديجة كميتة هو يدين خديجة كميتة هاي أيضاً أيضاً لفرض يلين صلاة ذهن شنتي التكتار صون إسكيف الداء زكاة جوجي حج جوجي جهاد يهجر جوجي صلاة شهادتين كا يا توحيد كا يا عقائد كا واوي يا أخلاق ذا قود بي أغيد وكل مطا اليوم أكملت مالين كي الدقيسي يا أيها المدثر قم فأنذر مالك سعتي إب لابطي مسكو ديني مسكو أودي مسكو واجبات مسكو إيماني مسكو أقوم بالله إيمانك واقردا من جهة الرب وككردا من جهة فعل العبد وككردا وأنا إسلما حق الرب وإسكدما حق هو هاي حق أمركم حيا لي وحي رب الرب كسارا ذوب ما كلا في رو قدرة هذه أود هذا يوحى كسارا إذا واجباتك النبي الله محمد صار راء يسح هذا مسكم يتبع ملائكة هؤلاء هاي أي يدو تقانا أما أي لص عطان واجباتك صار إياه كصوبان هاي مسكم يتبع إيمان الملائكة إيمان الأنبياء بكل الدوان إيمان الأنبياء إياه كأن كل الدوان الإيمان يزيد وينقص واسدا لا بد أن نعبو ككرنا نبي محكاها لحديث الشفاعة قرن يسعان كه نار توحى لقى صوبحن هي من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وحير وصحر يرتف يرو إيمان قلبه يسروح لقاه له نار تكواري ما هي هبا قال مركو هوري إذا هدي مثقال ذرة ليلي نمبا ديل دارم إيمان كبوحا نمبا دور لتر كبوحا نمبا لقيا دور فوستور إيمان يكترت نمبا دور وبدن إيمان الدرر صنها
dadku marka nabigu uu kugu sheegay mithqaalu dharati min iimaan, marka hadaad iska soo istaagto iimaanku ma kordho mana nuqsaamo, waa waxa la eedahay uu ka hadli doono imaamku. Sheekhu wuxuu yihi wayustathnaa, waa lasoo reebtaa, fil iimaani iimaankaa lasoo reeban oo waad afgobaadsan weeye haddii lagu yidhaahmo mumin baa tahay. Khayra laakiin allaa yakuna alistithnaau shakkan, laakiin istitnuhu waa inuusan noqonin shaki aad iimaankaada ka shakisanta. Wayustathnaa fi liimaan, iimaankaa lasoo reeba waa maxay? Waa in shaa allah, baa dhihi doon shaekhaa sheegi doone. Khayra allaa yakuna alistithnaau shakkan, istitnuhu waa inuusan laakiin noqonin shaki aad iimaankaada ka shakisan tahay. Innamaa hiya, istitnuhu waxaa weeye sunnatun, dariiq weeye saxaabo iyo ambiya muxuu ahaa taabiciin ku tage, maadiyatun tagtay, fi saxaabati wataabiciin, wa aimat alcilm, aan culamaa culamada ka tagtay, culamaa saxaaba, culamaa taabiciin, atbaacu taabiciin, sunna iyo dariiq ay mareen weeye, ee ma aha shaki aad iimaankaada ka shakisan tahay. Tii buu sheekhu u gudbo, wuxuu ku yidhi wa idaa su'ila arrajulu, ninka haddii la weydiiyo amu'minun anta, ma mu'min baa tahay, fainahu yaquulu, wuxuu ku afgobaadsan, ana mu'minun in shaa allah, mu'min baana haddii alla yidhaahdo. Yacni waa soo reebasho. Haddaad tirada mu'min baan ahay oo shaar weyn gashato, waxaa laga baqahayaa horta inaad cujbi kugu dhaco oo isbambooniso. Ilaahayna wuxuu yihi falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqa. Soomaalidu warkaa way yaqaanaan. Haddii sheekho waxaan xoolahadii ma aha sheekh, aanaa sheegta, waan sheegtaaba kuleeyahay. Beertii aan ku dambaabahayay guriga asaga ahaaya anigu aan sheeganay, wuxuu leeyahay wax oo dhan milkigeeda waxaa iska leh, subxaan qaadirkaa iska leh, oo adigu wadaadu maxaash maxaad ka tahay, waan sheegtaa. Hadda waxaa weeye mu'min baan ahay insha allah, yacni isma sii hubee, mu'min baan ahay. Islaantii la yidhi masaajidka jeex maxay tiri, isma hubee cid kale u dhiibay tiri. Soomaalidu dhaqan fiican bay lahayd oo masaajidda marka la dhisahayo dhulka uhoreeya la jeexahayo nin qiimo badan oo wanaagsan oo ahlu khayra oo awliya ilaahay raadiyaan. Haddii la waayo haweenka midda u qiimo badan ee u salaad fiican ee muxuu ah raalliyada ah naashisa lama rabo, makaroofi oo firfircinaysa looma baaro. Marka oy leeyihiin rabbina way adeecday, wadaadkeedana way ku fiican tahay, diinteedana ku fiican tahay baa lasoo qabtaa. Qoliyaa masaajid jeexday baa la yidhi inay dhistaan damcay. Markaas iska baadheen ruux balgunfid u horeeya ku dhufan lahaa astadii masaajidka laga jeexay meeshii astaamayn lahaa. Islaanta u qiimo badnayd bay iska soo xuleen. Iyadoo markay gunfida qaadatay oo ku dhufatay waxay tahay isma hubee waxaad yeelaysaan, bal cidkaa raadiya gunfidana way turtay iyo garweynti. Hadda marka waa maxay mu'min? Waan sheegtaa way isma hubo wey insha allah, wax kale ma aha. Ilaahay wuxuu kuu diray inaad siday ahayd oo la timi, miyaad hubtaa? Ma hubtid. Nin awoodi karana maba jiro. Allahuma inuu ambiya iyo rasuul iyo malaa'ig ba yahay mooyee. Ilaahay wuxuu kuu diray ee uu kaa rabay boqolkiiba boqol in la timaado way adag tahay. Xataa haddaad la timid, ilaahay inuu kaa aqbalay waroo ma haysid, waxaad ku dhiman waroo ma haysid. Marka waa maxay tawaaducan inaad u tidhaahdo, iyo inaad barakaysi u tidhaahdo, iyo in aad u tidhaahdo in laga aqbalay ma hubtid, iyo inaad u tidhaahdo addaheedii sida loo baahnaa ma oo la timid. Afartaa wejba waa la sheegaa, laakiin midna ahlu bidca baa iska leh, saddexna waa ogolahay. Marka waxaa weeye istitnuhu ma aha shaki iimaanka aad ka shakisan tahay. Waa maxay? Waa soo reebasho, waa afgobaadsi, waa barakaysi isimka ilaahay insha allah. Idan latadkhuluna almasjid alxaraama insha allahu aaminiin. Idan tacliiq mehe ilaahay waa huba in la geli doono. Ma maxay adaa lagu barahayaa inaad hadalka raaciso insha allah? Odan bir ku goyne reebo afeef yar baad samayn, waxaa la yidhi aqalkaada hortiina ood baa la dhigtaa, hadalkaada hortiina afeef baa la yeeshaa. Wuxuu yidhi marka sheekhu wa idaa su'ila arrajulu amu'minun anta fainahu yaquulu ana mu'minun in shaa allah, inaad ilaahay rasuulkiisu rumaysan tahay shaki kama qabtid. Mataa mise maaha adugu waad og tahay, waxaa tahay waad ka warqabtaa, waad iska warqabtaa alla iyo rasuulka inaadan beeninin caqiida ahaan, waad is og tahay. Laakiin waxay kuu direen ma la timid sidii la rabay inaadan la imaanin, waad sugta in badan oo ka mid a waa iska warqabnaa. Marka insha allah iska dhaha. Tayib,
haddaad adu leedahay anigu ragga waxaan ahay inay libaxse ka taabto wax iga dhiman ma jiro oo waan gengimana waan buuxaa oo imaanka halkaas curku i joogaa aad leedahay haddana waxba ku yeeli mayse insha allahu bal raaci iska barakaysa kelimada rabbiga iyo tacliiqaas iyo soo reebashadaas taskiyadana in laguu sheegay ku fiican taad u haysa sheegi anagu inaan ku sheegno waa nin fiican anaa fiican mu'min baan ahay ka leexda ma fiicno seeduba ee in laguu sheegaa fiican marka insha allah waxba ku yeeli mayso aw amas wuxuu dhihi mu'minun arjuu inaan mu'min ahaan rajaynaya waa qudaraynhaya aw yaquulu wuxuu odhanhayaa aamantu billaahi wa malaa'ikatii wa kutubi wa rusuli war ninya waxaggaa ay dhigeene alle iyo rasuulkiisi iyo malaa'igtii rusushaba iyo kutubta waa rumeeyey iimaanku waa howlo badan yahay ee badda hay gelin laakiin waxaan kuu hubaa alle iyo rasuulkiisi waan rumaysnaa oo malaa'igti baan rumaysnaa oo kutubta baan rumaysnaa oo rusushi baan rumaysnaa laakiin mu'minkii la rabay ma tahay mu'minku waa lafdi weedh ammaan weeye waa wuxuu ilaahay ku ammaanay dadka muslimiinta dad khaasaa lagu sheegay mu'min haddaad noqoto dhabana jannadooda waa diyaar magici noocaas ahaa taargada inaad iska qaadato si sahlana aad kula kacdaa la diidan yahay sheekhu marka intaasuu ka hadlay inteena ka bixin istitnaha culummadu waa saddex qaybood masalatu istitna qole yidhi in lasoo istitnoodo waa waajib haddii lagu dhama mu'min baa tahay inaad tiraahdaa mu'minun insha allah ood insha allahu raaciso ama arjuu raaciso iyo wixii la halmaalay alfaad ah waa waajib bay dhahdeen in laga tagana waa bidco waato uu mari doono xarm ismaaciil kirmaani waana siday u badan yihiin asxaabu lxadiidku qolyo waxay yidhaahdeen iyagu in la yidhaahdo istitnuhu waaba xaaraan bay yidhaahdeen mana bannaano kuwa ahlu sunna ma aha asxaabu lxadiidna shuqul kuma laha waa ahlu lbidac murji'ada iyo ashaacirada iyo jahmiyada iyo ilaa aakhirihi oo dhan baa warkaa qaba waa xaaraan bay dheheen insha allahu iyo arjuu midna lama odhan karo oo maxaa jira ma iimaankaada ka shakisanta shaki wey waxaad la ordayso insha allah waa maxay waadoo yidhaydhaan islaan yahay waad furan tahay insha allahu tacaala mana furmaysay dheheen haddaad marka insha allahu tidhaahdo iimaankaadii ka kacway waad shakisan tahay gaal baaba noqonaysaa marka sadan u gaaloobin bay dheheen insha allah waa laga cararo ma mu'min baa tahay anaa mu'minun taagno dheheen weliba xaqan cinda allahi ku darbay dheheen qolyo ka mid a ahlulbidca mu'min dhab aan ahay weliba cindii wa cinda allahi aniguna waan ahay ilaahina wuu og yahay bal dhiiraanta eegada meeshay marhayaan meeshay gacan toglan yahay nimankaa eeg yahay waa jura cala allahi subxaanahu wa tacaala qolyaha waa ahlulbidac jamaaca min ahli sunna ayagu waxay leeyihiin istitnuhu waa bannaan yahay yajuuzu bictibaar walaa yajuuzu bictibaar inaad tiraahdaa mu'minun arjuu insha allah way bannaan tahay adoo oga jeeda acmaashaydii iyo waajibaadkii iyo iimaankan layd in la aqbalay warooma hayo sidii la rabay oo lama imanin alla ha na cafiyo ina allah i dhaafo wixii la i diray inaan qabtay warooma hayo aan dadaalee xataa meelun baan ka gaasiray salaada hadda aan tukanayna cishee soo socota nin baa sidii la rabay u tukanaya shuruuddeedii iyo arkaanteedii iyo sunankeedii wuxuu dhan dhammaystiri nina wuu ka galowgalowsiin ninna asagoo iimaankiiba la tukaday si fiican yeelay buu qur-aan badanna akhrin mahay iyo cibaado badanna ma jirto qalbigiisa ma joogo waa maqan yahay suuquba jiraaba beri aroortu meeshu u fardan lahaa buu ka fikirhayaa caawa markuu dheelmaday islaantii caruurtii soo yaacay lahaa wuxuu ku dhihi lahaa buu ka fikirhayaa qorshuuba degahayaaba siyaasad iyo dowlad maamulkeed buu ka dhex wadaa cishaha dhexdiisa salaadiisa wax yar buu ku xusuustaa ninna qalbi degan buu ku tukaday labadaas salaado ma siman yihiin ma sinno bini aadanku wuxuu ku siman yahay ma jiro siyaduba ilaahay baa awoodle marka juraadaa looma baahno marka waxay dhaheen qolyaha saddexaad wuu bannaan yahay istitnuhu adoo u jeeda iimaankaadii naqsigi gaadhay waajibaadka laguu diray inaad gaasirtay gebidhacaadii aqbal la'aantaadii khaatimadaadii waxaad noqon doonto idan taasi way bannaan tahay mana bannaanina bictibaar aakhar haddaad shakisan tahay oo ka shakisan tahay alle iyo rasuulkiisi iyo aakhramyadan rumaynin ma sahubee waa laakiin waan isleeyahay waad rumaysay ma sahuba inaan rumeeyey bal aan fiirinna haddaad tidhi taasi waa gaalnimo war hawsha go-o jasmi inaad ilaahay rasuulkiisi rumaysan tahay laakiin
wax ka dhimanaya ictiraaf dadaal inaad waddo laakiin weli ay faanoola fara kama qodna tahay ictiraaf saasaa la rabaa baasha ku fiican tahay marka yajibu iyo yajuuzu baa ahlu sunnaha laga yaqaanaa labada madhab ahlu sunnuhu leeyihiin mid korena u badan yihiin koranaya ma banaana istisnuhu waa madhab ahlu bidac taasi marka waa iska khulaaso kooban sheekhu wuxuu yidhi hadduu caddeeyey madhabkii ahlu sunna sheekhu hadduu caddeeyey khulaaso masaa'il badan waxaan u tala saaranaya oon ooga tagahayaa rasaa'ilkii hore ee abu cubayd kii ibni abi shayba maxaa ka dambeeyey qaadi abu yacla baan u tala saaranaynaa marka uun taaku maadaama uu kooban yahay wuxuusan qaadi karin saari mayno wuxuu yidhi sheekhu markuu sunnadii caddeeyey muqaabilkeeda waa in la sheego ahlu sunna halkaasay yidhaahdeene ahlulbidca sheekhu ka waran wuxuu yidhi waman zacama zacmi buu ka cabiray inta badanna wuxuu noqdaa iftiraaga iyo kadibka zacama aladiina kafaruu an lan yubcauu bi'sa matiyat rajuli zacamuu marna hadda way noqotaa khabar xaqiiqay noqotaa laakiin saasay u badan tahay wuu cabiray laakiin muxuu yidhi waman zacama ruuxi sheega ana aliimaana iimaanku inuu yahay qowlun weedh lagu hadla keliya bilaa camalin oon dhaqan wadanin iyo usluub iyo alla ku xidhan fa huwa murji'un waa mubtadic murji min alirjaa ism faacilo waxaa waa maxay laga keenay min alirjaa wa huwa ataakhiir dibdhigid weey dibdhigiddaasaa laba macno lagu xambaaraa macnaha koowaad camalkii bay ka saareen iimaanku ay ka dibdhigeen oo iimaankii bay ka dhigeen qowl mujarad ah ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah keliya iimaanay dhaheen salaada iimaan ma ahay dhaheen oo soomku iimaan ma aha oo zakadu iimaan ma aha oo xajku iimaan ma aha oo hijradu iimaan ma aha oo dadka in samaha la faro xumaha laga rabay iimaan ma aha wax walboo diintan ay waajib yeeshay oon shahaatooyinka in lagu dhawaaqo aan ka ahayn maxay yidhaahdeen iimaan ma aha waman zacama ana aliimaana qowlun bilaa camalin fa huwa murji'un waa mu'akhir ka saaray acmaashii iimaankii ka saaray dibna u dhigay aada waxaa u sharxay qadiyadaada alimaam mujira tabari fi kitaabi tahdiib alaathaar mujaladka ku saabsan axadiit ibni cabaas markuu maray aada u sharxaa taakhiir ayib qur-aankana waa ku timid arjih wa akhaahu arsil fi lmadaa'ini xaashirin soo ma taqaanaan arjih waa maxay koro dib u yarkaadaa degdeg yidhi intay nimankii suxrada waaweyna ka imanayaan bal muusiyi haaruun u yarkaadi foodaynu gelin doonaa marka dib bay u dhigeen wey walian waxay dhaheen irjaagan waxaa laga keenay min alrajaa waa maxay ninki intaa ku dhawaaqay ashahaatee dibnihiisa qowlkaa laga helo waxaan u rajaynaa jannada inuu ku dhufleeyo waa alrajaa waxay hunguri gelinhayaan oo rajo siinaya oo kaar cad siinhayaa nin walboo laga helo qowlkaas wuxuu doonayaba ha qaqulbo wuxuu doonayaa ha kharibo zinada ha ku qabaysto khamrada ha ku qabaysto xaaraanta ha dhexbuudo intaa ma ka helay warkaas waa diyaar bay leeyihin jannuu ku dhuflaynaya ballamka ilaahay saasay leeyihin marka waa maxay murji imaa min alrajaa'i wa imaa min alirjaa'i wa huwa taakhiir kaas hadda taakhiirkaana loo badan yahay saasayna salafku badankood ku fasireen in rajaa lagu fasiro waa dambuu yimid mutaakhiriin baan la yimid xukun buu saare waa aragtaa hadda oga waada bidcadii haddii lagaa helay muxuu ka dhalaliya wadaadku isim faacil buu kugu dhajinayaa fa huwa murjuun ay mubtadicun farqun bayna alficli waalfaacili ma yaqaana xarb isacil kirmaani ahlu sunnana ma uusan ka soo gaadhin haddii bidcada lagaa helo isim faacil buu kaaga dhalaalin warku waa sidaa waman zacama ruuxi sheega ana aliimaana huwa alqowl iimaanku waa qowlka keliya walacmaalu waajibaadka af iyo adin laga sameeye kale ka dhaca jawaarixdana sharaa'icu jamcu shariica waa dhaqamadii iimaanka iimaanna waa gooni dhaqankiisuna waa gooni waa laba shay oo kala baxsan bay yidhaahdeen iimaanku waa shay gooni waa alqowl tanna waa axkaam laga rabo ruuxi sidaa yidhaahda inuu la yimaado farqun bayna ashariicati wa bayna aliimaan ayib saasay dhaheen fa huwa murjuun asaguna kan dambe odhanaya acmaashu waa sharaa'ic waa madhabka ashaaciradu horay u badnaayeen waana madhabka maturiidiyadu u badan tahay raggi hore u badnaayeen waana madhab ay la yimaadeen murji'atul kuufa qaybo ka mida ayib adu waa maxay waa murji'a warkeed mid walbay susan kugu dhuuma nin buu rabaa inuu israaciyo qowlun bilaa camal murji qowlun walacmaalu sharaa'icu murji
وإن زعم هذو الشيء أن الإيمان إيمانك لا يزيد مكرده ولا ينقص اسمه فهو مرجئ مبتدع بدعاء لا يمد بال مرى السنة النبي محمد يا صحابة يا تابعين تي علماء المسلمين توي وهؤلاء ذاك لما كان مرجئ هذا أهل السنة والجماعة أئمة أصحاب الحديث والأثر قضب مرن كما قبان قضب نوائز كما عن رافع حور ابن عرفة التونسي المالك الأشعري حور نكي أرض وقت دير صبحي درسي وفدي وحون فائدين وايا أصغون اسم حرمينين بول أرضي نموس حرمينين شريعة نميال بوكا قد عاي انت يرتي أمتك نول بوكا حيسان كرا رجي نبدن كي وادك حيسان كرتا إن وحون لقود دايو مركا لقود اردرو يحوو ملحين يحصبي يسوين الرعيو واللازن هدي الله سيب بدينا ويبئين إيسا لكن وحي يربا أنك تتابعين مركا إنو خلاصين مرجئذو إن السنة بال مريد وإنه محمد يا صحابي المسلمين تي دين تودي هورا خلافات شرعينا أي كل لحدين مسألة إيمانك أصحاب الحديث مرنك بقوان اتفقوا وأجمعوا على أن المرجئة مبتدعة مرجئون أي مبتدعين أي السنة بال مريد أي نمن ليتيهين أي حيهين أي عمباريسين لم يختلفوا وأصلت كدوليس وحيسكو خلافين من مسلمين من سواق قالوا ورسالا ما هذا اللصع الإيمان قول بلا عمل يا الإيمان هو القول والأعمال شرائع الإيمان لا يزيد ولا ينقص وإنما هو القول فقط لمن كتاغا إن السنة بال مرين لمن خربين يهين أهل البدعة مرن بلها وحيسكو من رافين من مسلمين با مسوى مسلمين ما إسلام كم حام صلاة شيخ الإسلام ابن تيمية كتبتي سوحوي له هذا مرجئ هذا إرجاء الفقهاء وأنا كذا أنا هينها دي الإيمان قول تاجن قوة جهميدة ويسوس عضاني نمن كأيجا أصحاب الحديث يا أئمة السنة وحتك فيري مجرؤ له هذا أحمد يا غيرك ما إسن جالسين كتاب جيس شرح حديث جبريل أما الإمام الأوسط سداس كويل هذا كتاب كيسا الإمام الكبير نواكويل هذا ما يلب ضم بكوعل عليها مرك كتب تلبار وكتب تيدين طابعان هذا كتب السنة أنا ما يلو البحث كيه ليس إن بعض أصحاب الحديث أي تكفيرنا إياه مرجئة الفقهاء أنين كيد إيمانك وقول بلا عمل أما شرائع وأعماش إيمانك وقولك جماعة من أصحاب الحديث بإسلام ماذا كساري نينك أور يو الإمام وكيع المجراح أبو سفيان الرؤاسي إرجاقنا وحكيم العراق أسل كيسي ريكو فالبرتاسو كسو بودي نمان فقهاء وعبادة بضان وزهادة وعبادة حقا علماء شبهك شيء أياه كيان طيب سيدة دوبا وحين شبهة كتي مدو يدهين سيدة دوبا وحان ربنا ضد كان أدون كردوبان لا إله إلا الله محمد رسول الله إليه إنه يسنري كأفقر منه كل جنادة وقلان بارنا بيدي نحرين سشو إيا دنقشو إيا أمد أدنقان إيا أيا كنت إنا سنة بال مران أيا ولي كل جنب بأهل الله بأنا يصوري أحب إلهي وينو قلينا وكل فلينا بهالك أبيسي خوارجنا الطرف وحا استاجيي ما إلهي بالعاصي اللي واحد قد بهاي الضمين النهاية خالقنا أبو ري نينك إن يركو خلدمه نارتو تقه يوارا قال نين أدلنك إلهي بفريو لو وين هذي وانا وين يهي نين نوحو فريي ضدك الإسلام كالشيغان أيان نريد بيسان كأفقر من واحد نقاها رأي مجر كل جنة أحب إلهي نمام ميل بفري شب أيضو مركا اجتهاد كأوتشرو يا أصحاب الحديث وحي كلها هذا يكون طالع نصوصته وحي كسيسان كسيرينا نية ذا وناكسن إلا ذا يروحنا يسوي كا خسارة وكل ذوك هبربحن أبارتن هلا قبربحو يا حلي هذا يكون طالع إن ويبربحي إن أبارت الله هذي سن أدلة الله نقوي وأفهم تبى نمرين ألا وكيف نجرح بل لو يديو كورن بل قدرية كورن ونمنك الإيمان كوا قول بلا عمل كورن كورن بل ليل وهو حتكور انتابا للجهمي
نمن كلي إيمانك ومعرفة فقط وكه الله مركز وحجري وهو كله كفر بول أنت أتصورش نك إيمانك والمعرفة إنك إذا إيمانك وقولا عمل الله هيد إنك إذا إله سبحانه وتعالى أنك سوحي السمين ين مؤجو مركو شيء يقول عكدي بؤجو هذا أنت حلو وكله كفر كتابك أظن تكفيرين كرتا كتب السنة ابن بطة إبان هيسا شريعة الآجري كتاب السنة الخلال كتب تورن بيكوتا الله نينك اللبات وذاتك وحوك جريو دي بقول سقاشن اللحدي وقورمة بقول سقاشن اللحدي وكيع من الجراح شكوت إلى وكيع من بيتك القاجي وذاتك اللؤتي رجروي على خلاف فيه نسبة البيت نينك اللبات وابو مصعب الزهري أبو مصعب الزهري وقاضي المدينة وأرضي المالك ومن رجال الجماعة وشيوخ ستة من علصوية نكا أصول الله أبو غلافرتني يكود يوغيريودي شيخ المدينة وفقيهها ومفتيها بلا نزاع بعد مالك يوأها إمام دار الهجرة لو أبو غلافرتني يكود وحوي إلى أصول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فمن قال غير هذا فهو كافر بنفسه إيمانك وقولي عمل وكردون إسلماء انت وحان كأين روحي كقولي كإله هذا مسلم بما أهبول لفظي كالي أوليه جامع الترمذي يكون يلا هذا ما يلدر هدون جامع الترمذي من كتب ستة صماعين وحوي إلى لفظي الترمذي من قال الإيمان قول يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه نك إذا إيمانك وقول توبات كان بالله أوران واد دين تبات كبر حضاي هذو نغنيق إذا أنهم كلوا جذن بوري هكذا أنت نينك لها أبارتن هلا جاب بحوم مسلمين تكل جود هوا هالجنة هوا ضجالين أو أهل الله يبان هاي نيدا وناكسن أي هوش أوجيسي نيدا وناكسن أيد بب أريبا ثم أركت يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه أجري يا ابن بطة نسكوا إجماع بيسوقورنيا إن أيضا تذكر إذا إيمانك وقول بلا عمل أيضا مسلمين أي هذا الكي أجر أنكوه الرئن أود أن تصدح بقول سيدتني يتضبط هجرة الإيمان قول دون العمل فحور من قال الإيمان قول دون العمل يقال له رددت القرآن رددت القرآن والسنة وما عليه جميع العلماء وخرجت من قول المسلمين وكفرت بالله العظيم ساسا لغوديب نينك إذا إيمانك وقول عن عمل وذنين وحال لغو رمبوري قرآنك إلهي بات كهر تمد وصنة النبي محمد بات ديد دي وعلماء وحيسكو راعين بات ضفرتي قولك المسلمين تورن نوات كبح دي وكفرت بالله العظيم رددت القرآن والسنة وما عليه جميع العلماء وخرجت من قول المسلمين وكفرت بالله العظيم مركل وحليه هاي ومن لم يقل عندهم بهذا فقد كفر مركو قال أصحاب الحديث وحول الإيمان وقول وعمل يزيد وشرح سيدنا يقبان أصحاب الحديث ومن لم يقل بهذا عندهم سيدنا روح عندهم أصحاب الحديث حوية قانان فقد كفر ابن بطة سيدنا سوكولو لها نسكي سوطة وادير يا صونا ما بآخرين كران مودة وحيري لكن احذروا مجالسة قوم مرق من الدين أو مرق من الدين فإنهم جحدوا التنزيل وخالفوا الرسول وخرجوا عن إجماع علماء المسلمين وهم قوم يقولون الإيمان قول بلا عمل سؤسوا وذوحيري وكل هذا كفر وضلال وخارج بأهله عن شريعة الإسلام وقد أكفر الله القائل بهذه المقالات في كتابه والرسول في سنن سنته وجماعة العلماء باتفاقهم إذن ابن بطة يأجر محسوه قرنها مسلمين تؤنى أصحاب الحديث كو إجماعين إلا قاليسي مرجئة الفقهاء إرجاقي فقهاء وهو الإسكاع للصوي وحاكوسو هذا كرامي كرامي ولقد ما يدام مقلبا أم ملايين إلا قاليسي أيو الإمام ابن خزيمة يا عباس ابن حمزة يولي هذا
حسين من فضل البجلي يا وحيد هذين الكرامية كفار يستتابون فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم جزقان كتاب سأل أباطيل والمناكير والصحة والمشاهير صفحة أفر بقول كونتون يصدح بالله كفيرين كرا تكفيرين تا كرامي مسألة مركبة ومسألة خلاف كعرس أويال على أقل تقدير هدان شيخ الإسلام ابن تيمية أدي إن خلاف كأنه سؤانه خلاف كمارك مال أيلين أصحاب الحديث مرجئذ و بدعبها كل عين لقاليسين ما يمارك أثر كأحمد الله تيري وكد دفاعنا وضعيف سنة كيسا وحاكوش ضعف باكوجرة وهو الله وقعي بدن تاركي وإذا ده تبدعيه أو أن أبحين من مسلمين باه مسوى قال أن أبحين أو سيدة أبديهين رقا كهالله مرجئة الفقه كهالله أبديهين إيه وإذا ده عديه عرف كل حجيه إنه يسن مسلمين أهين بسبب هذه البدعة وأن هذا وحكا هذا الشيء حميد بان كتاكي وأن لبتقين للرعياء أهين دبان ملها أما الشيخ الإسلام ابن تيمية هوشو الشيء أنا ما أرد ويسكوا وافقين تأي أحد تكفيرين مجرى ذاسي وحانو ملين إياه وحاكو جرى بومبون وحال ياب له شيخ الإسلام كتاب كيسا كتاب الإيمان صفحة الشنب قول أفرتني اللح وحو كله ياهي ننك في ريب بدعا خوارجته أما صفي عن أدوكتو دين تنايا قانو في ريب بدعا مرجئة ذا وحو غانا يابو لأنها مخالفة لدين الرسول بالإضطرار نسكي سادان آخر يو. كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم بالإضطرار أنه مخالف للرسول ويعلم بالإضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبا كافرا سوء فكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول محارده من مركوة هي هاي وهو عد بدعة الخوارج وهي تكفيرية روح معصية كل عاي روح زينيستي أما بين شيئي أما خمرع بواقال بيليه ناربون كوارا يدو سيدا كل انتو هذا نواقال إلا الدلاء بدعة النوع عاصة إنا الدين تخلاف سنتهي سيئان شكل هاي بنان قيتا الله نبي محمد نكا خمرع بواقال وكرباش جري ننكي زينيسته هذو محسن ياينا ورج من جريك هذو كلانا وكرباش جروان اللي قلت كن جرون المسلم أهم بالوردق من جري كي وحذا قعنت اللي جون جري طوبات كنا اللي أورن جري مسلمين تكتر صناعي هلا قال يسيو ووحن دين تنام حشوق الكل هاي روح مع سيك اللي يكون عاي سدوا كلام مرجاة الفقهاء يرجعوا إلا إذا إيمانك وأنوارد بس والله الله وصلاة يصونك يحجك يزكواتك يخيرك لقول بركوب إيمان بمعها أيضا وحور إن الدين تنحى خلاف سنتا وحال على أوجان يا شكل الآن معلوم بالاضطرار من دين الرسول بدعى كود إلى أنت لا أكتي حق بلانت هاي أي مخالفة لديننا آيت هاي قطعا ويقينا بل يبقى آيت هاي ضرورة هاي خلاف كودو أيو شهو قارسي وحونا يدي واحد تكفيري ما عرق سورة قلب ما بعض هالك إنا يقارنو حقا أن الاسكوب قال يسيوا أيوة صورة قلب ما ولذا أنا وما أرق المهم وذا دون إنك آمسوا تبديع عنك قابس هذا أن تكفيرين يعدم التكفير منا أن لقاه إنه نص أنا جدا ينن صراحة ينن إجماع سو جوري سو دحيالا فوق هذا أنت أن كله يكور قبه وحور الشيخ وإن قال هدو إلى هدو إن الإيمان يزيد وكردا ولا ينقص اسم دمه فقد قال أسنو حكوها الله بقول المرجئة مرجئة ذي قول كذب الليم هدو إلى إيمان وكردا لكن اسم ما يو قول مرجئ الليم لمن مرجئ له يغنى غساني غساني أطبع غسان المرجي إن غسان لأرنجل مرجئة كوحدي سيبا سلاقبت وحيليهن إيمان وكردا صح لكن اسمت لما يدهن هل لابل بتقنانيا ورشيه هدو بداية يشو نهاية نوويلان نقصان نوويلان زيادة نوويلان وشيء عن عقل بدي دنبا نقاس سيدا أسوق قبط الإيمان يزيد ولا ينقص سيدا أسوق وكرنا لكن اسمت لما بود الإمام مالك بوحلو تيريا إنو يري إيمانك وكرنا
isma dhimo waxaana u tiiriyay zabidi kitaabkiisa muxuu ahaa itxaafu saat almuttaqiin ixyaa uu ku sharcay iyo wadaada mutaaqina waa khata maalik wuxuu ka sugan riwaayada cabdullahi bni wahab iyo ibnu qaasim inuu iimaanku waa kordhaa wuxuuna ka gaabsan jiray inuu ku daro wayanqus ka gaabsan jiray waagi dambe markuu sunnadii iyo adiladii dhex galay oo gaamuray wuxuu yidhi alimaanu yaziidu wayanqus waana riwaayada cabdirazaaq sancaani uu wariyo macan ibni ciisa alqazaaz ayib riwaayadiisii weeye waxaa kaloo sidaa wariya cabdullahi bni naafic suweyd ibnu saciid waana asharu riwaayaati cinda asxaabi maalik labada riwaayana waxaa ibni cabdilla kutubse ku sheega marka cabdullahi bni maarag iyo ibnu mahdina waxay ka jeclaayeen yanqusta in alla yatafaadal alimaanu yatafaadal iimaanku waa kala badan yahay waa kala kordhaa naqsigu waxay dhaheen kalimatun axsanu min kalime maka naga yardaysaan tafaadul ha laga cabiro ma aysan diidi jirin waa kala doorasho laba ere inaad kala door bido kalimatun bay dhaheen axsanu min kalima alimaanu yatafaadal meeshaad ka cabirayso yaziidu waa yanqus naqsigaasay ka yar sarigteen baa la sheegaa almuhim nin imaamu min aamat sunna ka sugan tahay inkaaru naqsi ma jiro tawaquf oo horreeyo limaalik iyo ihbaat dambeeyey iyo tafaadul in la cabiro oo la yidhaahdo kalimatun axsanu min kalima laakiin in la yidhaahdo iimaanku ma nuqsaamo la jazmiyo hal imaamay ka sugan tahay ma jiraan aimatu sunna sidaasuu kuu yidhi waa qowlul murji'a saasuu kuu yidhi wuxuu ihi sheekhu waman lam yara ruuxaan qabin alistitnaa fi liimaani iimaanka inuu soo reebto oo marka la yidhahdo ma mu'min baa tahay dhihi waaya inshaa allah mu'min baan ahay arju waan rajaynayaa waan isleeyahay allah saxaal og afgobaadsan waaya fahuwa murjiun asaguna waman lam yara alistitnaa ay jawaaza alistitnaai wey maadaama salafiyadu isku khilaafsan yihiin wujuubka iyo jawaaska waxaad ku xambaaraynaa suu warku u noqo war mujmaca jawaas waman lam yara ruuxaan aragoon qabin jawaaz alistitnaai fi liimaan fahwa murji'un waa murji buu ihi sheekhu wuxuu ihi waman zacama ruuxi sheega anna iimaanahu iimaankiisu inuu lamid yahay ka iimaani jibriil jibriil bal meesha la farnahayo eeg cabdiraxmaan mahdi waxaa lagu yidhi niman baa sidaa yidhi ilaahay baa subxaanahu wa tacaala jibriil nabigiisa aan la simin buu ihi waa nabinku wuxuu ihi tallaabo dheeraa innahu laqowlu rasuulin kariim dii quwatin cinda dil carshi makiin mutaacin thama amiin intaaya u dhacaysaa jibriil bay u dhacaysaa subanaha maxaa laga yidhi wamaa saaxibukum bimajnuun kaf iyo kaa dheeri wey buui cabdiraxmaan mahdi jibriil xidigaha la geeyey buu ihi xidiguuna joogaa nebi maxamedna eedi bilaashkeedi macandarayd baa laga difaacay oo ilaahay rasuulkiisii buu difaacday wamaa saaxibukum bimajnuun idan addoonka ilahay halkaa dhigay baad fananaysaa nin la odhan jiray muxuu ah fahdaan muxuu ah mise magaciisa ma xusuustee iyo wuxuu yidhi ma fahdaan iyo jibriil baa isku iimaana fahdaankuna waxaa le waa nin khamraba aan ka hadii kor saaranba aroortii buu saaran yahay galabkii buu muqlaysan yahay fiidkii buu dhadhacahayaa wuu ku waabariisan wuu ku qureeca wuu ku suxuura wuu ku qaday kan fahdaanay wuxuu ihi jibriil baa isku iimaana bidcadaa bidca lamida diinta maba soo marin bu saa darteed asalafu saalix bidcatu lkhawaarij iyo bidcatu lmurji'a waxa oga darayd bidcatu lmurji'a irjaagaa ka daran khuruujka biitifaaqi a'imati sunna khawaarijtu maadaama usoo horreeyeen ahlu bidca oy soo horbaxyeeyeen axaadiis badan baa fuudda nabigu ka geliyey oo lagu dhuftay warama badan baa ugu dhacay laakiin dhibaatada diinta islaamka naafada loo geysan iyo dhaawaca waxay dhaheen a'imatu lxadiid alirjaau akhtaru wa ashaddu min alazaariqi waalkhawaarij tarakat lmurji'atu diina ka thawbi saabiriyin mara halhal ah oo farweyn ah oo wax walba uu soo geli oon biyo celinayno oon layd kaa celinayno oo qashin celinayno oo kharriban bay ka dhigeen diintii go targeel oo adag oo gingiman oo waxalla wax walba qaadahayo wax geli kara uusan diintu diin adag ayay noqoto baa doonayay marka saasay ka dhigeen saas gambadii muxuu ahaa ilweynta ahayd bay ka dhigeen iimaanuu ka iimaani jibriil ninka yidhaahda
أو الملائكة تبوا لإيمان هاي دهدا فهو مرجون أصوى مبتدع وأخبث ولي وكدرني هاي من المرج ومن مرجع كسي الدرعية كلا ضرره نارو ويكا سبحان الله يستاري فهو كاذب وابين على بوري اسكب دا انت ارجال لقى ابين على بوري سيدا درت السلف كتكفيرين مرجئاته نوع كفرهم والتكذيب محا تكذيبة سابق وحوى إلهي الرسول كسب عليه كتب كتابك يصنده إنه عملك إيمانية عملك إنه إيمانية وأفعاله أي إيمان تاي وإيمانك كردي وهوسلمي إذا إنك النصوص تبينية بالمرة لحية تحريف وامع ومكذب جاحد كفر مرك وكفر التكذيب ومن زعم الروح الشيقة أن الناس ضدك لا يتفاضلون كمكلا سريان إلى هذا في الإيمان إيمانك فقد كذب بين بوشيغي نسكا سمعني سعيد كقرن عقيدة الطحاوية وأهله في أسله سواء أبو جعفر الطحاوي ومرجي مرجئة الفقهاء بكجرة إذن نك إذا ضدك إيمانك كمكلا سريان واسميهين وابين على بوري عوز الجلوة محي مرجئة وكدرن يهيون إلا هو رامي قصير وأخبث وكليت وكعيهي من المرجئ فهو كاذب كالنواب بين علوي سيلا قصنا ننكي مانتا إسلامين حقوق أميرنا صلاة وحكوتو كلها إيا سيدي دنجيرك صلاة كعر ربي سنة مسكو إمام با وذلك سيدي دنجيرك صلاة إيا سنة إيا دين كعر ربي إيا عقيدة ونكسن إيا وذلك سواحلة نتوصوك لأنو قواني عبد النور وقواني التوحيدك مياس لإيمانه إسكو أقوانا ماها إسكو عمل الله ماها إسكو الدين ماها حقا حونونا دقا كانوا جيدا نيك هادو ينوب بالله يا باش الله بركي خيرنا الله زي ننوام وكو قامرو وكو بيات لغايبا إسكو ميد ماها بركا دادكو إيمانك كوما كراس الرئيان ونيك يدواب بيانالي حبال لو يدين ماهي ومن زعم الروح الشيقة أن المعرفة تنفع في القلب أن المعرفة أقوانتو كلية إلهي إنه قلبك كقرط وذ رسولك إسا قلبك كقرط وذ ملائكة إيا آخر قلبك كاعترافت كلية تنفع في القلب معرفة قلبك كجرتا واحترى يسو إيمان ربعه ونار لك قبت بعد وشان اللغم مضيّل هذا فهذا وحيد عفوا وإن لم يتكلم بها يوسن كهلن بإيمانك معرفة قلبك هذا كجرت وحاقت قرطي سو إن دبنها لقاه لماه وحاورك هذا كجرة أفك هذا كصبح دبنا هذا اللقاء أركو كدي من واحد فوق وشيء بقناها نقطس هديك لو حواس كشيء جنيس فهو كاسي جهمي وجهم مرج ما واحد نكنا سوق جهمي جهم نصفان وذا اللي له هذا أو هاي عجمي أسل كيس أو بدعاء لي مد لبضان بان والبابا سامي سواجدا ب هذا نوحي نقص سيسا مد الإيمان كي يحول الإيمان هو المعرفة أظن إلهي أشهادن أن رسول كقرن أفك أنك قرن أو وحق دبن هذا أن صومرين هذه قلبك أتقرن إذا رسولك إنه حق ياي إلى هنا هو حق ياي قلبك أتقرن إذا أفك أنا أشر وتصارت ما لك أيضا إلى أنت أتقدم أنه ولي أبو شلو أن لقام مقال وحق يا خير ما طيب ولي مؤمن كامل الإيمان باطيب جنة وانو واسك دياربو نك هو نك هذا لقاه الله ومن زعم الروح الشيقة أن المعرفة قرشد يا قنت تنفع في القلب قلبي يكوجد وحبه تريسة أن المعرفة في القلب تنفع ساسك هذا أنت أن المعرفة في القلب معرفة قلبي يكوجد تنفع وحبه تري الروح ونار بكبت بدن جنن وكوجل هيا وإن لم يتكلم بها يوسن كهلن به فهو جهمي جهمي ورقه وسكوكو بيها يوه ونمن كاس وحيقول الإيمان المعرفة وحال إبليس بها مرك مؤمنة وفرعون بها مؤمنة إلا فرعون يغنى إلهي وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا أبو جهل يا أبو اللهب يا كل يا وحنقون هيان مؤمنين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون أبو طالب باجنة كل في المركة أيضا مؤمنة محاجرة نبي أنه حقي وقع بل وبكاء الدميبة وخقر وخق بي نبي بالدفاع قرب استاقي إذن إبليس محيري ربي بما أغويتني محمد ودقي ربي بما أغويتني ربي فأنذرني ودعي سنها يابا دعي بها لك أقبلها يا
ومعa ذلك dad maanta tira ibliis baa mu'mina soomaali maxay ku leeyihiin ibliis hortii baa gaal ahayd bay ku leeyihiin ayagaa ku dhiiba iyadoo lagula suginba maxaa yeelay way ogyihiin waxa way yaqaanaan idan marka nin jahmi baa jahmi warkiisa waa warkaas jahmi warkiisa halkaas u taagan yahay sidaa darteed jahmiyadu inaysan muslimiin ahayn iskumaysan khilaafin asxaabu lxadiid iyo murjiat lfuqaha murjiat lfuqaha waxay leeyihin aljahmiyatu waa kufaarun fii baabi liimaan leannahu maxaa yeele waxay dhaheen iimaanku waa almacrifa alqalbiya faqad murjia ka subxaanalaysanaysa murjiada hadda aan soo maraynee la yidhi islaamba ma aha wadaadana ay dhaheen waa ahlulbidac un mooyeyna ma gaaloobin nimankiiba waxay leeyihiin afka duubahaya oo lema ku waraa kuwan annagu isku meel ma mari karo balaya ku dhacdee nimankaasa afka duubay wadaadkii la abu cabdillah maxamed nasr almarwasi kitaabka tacdiim qadr salaah safxada 467 wuxuu leeyahay waqad jaamacatna fii haadihi lmurjiatu kuluha cala ana aliqraara bilisaani min aliimaan ila firqata min aljahmiya kafarat cindana wa cinda almurjiati jahmiya wuxuu uhi way gaalooda annaga agtaayada haddaan asxaab lxadiidna waa cinda almurjia aynaga way gaalaysiiyeen bu uhi maxay ku gaalaysiiyeen bizacmihim ana aliimaana huwa almacrifatu faqad la soco hadda taana waa faa'iida ku anfici ninkii iimaanku waa macrifatun faqad waa kaafirun cinda almurjiati wa cinda asxaabi alxadiid waa laga wada socdaa taas ibnu taymiya uu sheegaa wuxuu leeyahay jahmiyada waxaa takfiriy fii baabi aliimaan axmed wakiic abu cubaydna waa ku soo marteen kitaabkiisa iimaanka asna waa ku soo marteen isagoo takfiirinaya qadiyada marka qadiyad adag weeye iimaanku marka maata caawa waa yardahaan umalaynaya laakiin in yar baa i dhiman insan kuma dari karo maxaa iimaanka ka dhiman nimankaa marka iyagu aafadooda waa maxay waxay ba dhi iimaanka waa bahalkan bas hadalba looma baahno nin walbaa gara midda inaysan diintinayn waxay shuqul ku lahay oy beri ka tahay o ka takooran tahay waman zacama ruuxii sheega annahu mu'minun cinda allah ninkii anigu agtay ilaahay agtiisa mu'min baan ahay oo asagoo anigu mu'min baan ahay muu taagnaado ila bidca bidcaba dhaantee wuxuu yidhi maye yama deeqay intaasi mu'minun cinda allah ilaahay agtiisaan mu'min ka ahay mustaqbalu liimaani iimaanka dhammaystirta weliba waaban gingimana waan buuxaabu wax igadhaban ma jiro fahaada min ashnaci qowl murjia bu kani waa maxay waa min ashnaci qowl murjia murjia qowlkeeda kii u liitay wey ashnac ki u cambaaraysnaa wey iyo wa aqbaxi kii u xuma kana u sii daran oo u xun weeye ka horee jahmiyada ka daran midka jahmiyada ugu liita laakiin wuxuu ku yidhi murji u ka hadla hada sheekh murjiadaa sii kala daran jahmiyadu iyo murjiaduna way kala saaran asxaabu lxadiid waa laba kala baab oon isa saarayn marka insha allahu tacaala wixii ka dhiman baab alqadar habeen dambe insha allahu tacaala aynooda wallahu aclam.